خير الدين التونسي شخصية فذة ذكية مخلص للإصلاح، الشخصية العربية الوحيدة التي جمعت بين الفكر والإدارة والسلطة. إشعاعه يعني خرج من دائرة تونس الضيقة، يصبح رجل الأمة كلها. كثيرة هي الومضات والإشارات التي نجدها في مذكرات خير الدين تدل على ما كان يضيق به صدره ولا يستطيع أن ينطلق به لسانه. عبر خير الدين في مذكراته عن كثير من الألم، الألم المرتبط بخيبة الأمل. عندما نقرأ مذكراته يعني شيء محزن جدا، يعني كيف يقول أنه لم يعد يتذكر وجه أمه. رغم يقيني بأنني شركسي الأصل، فإنني لم أحتفظ بأي ذكرى دقيقة عن موتني ولا أهلي. لقد وقع اختطافي إثر بعض الحروب أو عند بعض الهجرات في سن مبكرة جدا من عائلتي، عائلتي التي افتقدت أثرها إلى الأبد. وقد باءت الأبحاث التي قمت بها منذ ذلك الوقت للعثور عليها دائما بالفشل. خير الدين كان أحد هؤلاء الضحايا. العائلة الحسينية كانت دائما ترسل أشخاصا ليشتروا مجموعة من المماليك يستغلونهم في الوظائف المنزلية والوظائف السياسية وربما وظائف أخرى. تاسيم باشا هو كان نقيب الأشراف، هو الذي اشتراه وهو الذي قدم له من أفضل أنواع التعليم. عندما اشتري في اسطنبول، من اشتراه يدرك نباهة هذا الطفل. خير الدين التونسي كان إنسان موهوب، ذكي، عبقري. وأذكر أنني قضيت فترة شبابي في إسطنبول التي تحولت منها إلى تونس سنة 39 و800 ميلادي للخدمة لدى الباي. ترعرعت أولاً في القصر حيث درست العلوم الإسلامية باللغة العربية، ثم التحقت بالجندية حيث أخذت معارف العسكرية تحت إشراف هيئة من الضباط الفرنسيين قادموا لتنظيم وتدريب عساكر الباي. كان خير الدين محظياً لدى أحمد باشا باي، وأحمد باشا باي الشاب وجد في هذا الفتاة القادم من الآفاق من آسيا، وجد فيه مظهراً من مظاهر التطور واليقظة، وتلتمع من عينيه علامات النجابة، فاعتنى به اعتناء خاصا. وصادف يعني مجيئه 39 بعد سنة أن تأسست المدرسة الحربية في باردو، فتم إدماجه في هذه المدرسة وتعلم على نخبة من الأساتذة والمدرسين القادمين من إيطاليا وإنجلترا وفرنسا وبعض التونسيين من أمثال محمود قبادو. مدرسة باردو جمعت قيادة تونسية متفتحة وفاعلة، وأدركت أن قيمة العلم هو هذا الانفتاح على الحضارة الغربية. تمكن من تسلق الرتب العسكرية بسرعة، وأصبح يعني من قيادات الدولة التونسية ويعني ركنا من أركان الإصلاح في تونس. مجمل هذا أن الرجل قد تحصل على تكوين معرفي متعدد الاختصاصات جعله مؤهلا ليلعب في الدولة دورا متقدما بل وأساسيا. خير الدين الوحيد الذي تمكن من أن يوظف هذه المعارف في إدارة الدولة، وهذا الذي أهله أن يكون في مستوى رسالة تاريخية خارقة للعادة. خير الدين حينما انتقل صحبة المشير الأول أحمد باشا باي إلى باريس
سنة 46 و800 ألف مع وفد رسمي انتقل بصفته كمسؤول أول على ما كان يسمى وقتها بمصرف الدراهم. يعني أن الرجل إلى جانب خبرته العسكرية والإدارية كانت له خبرة مالية. كانت أول مهمة تحملتها في حدود سنة 53 و800 ألف ميلادي. أرسلني البايو إلى باريس للدفاع عن مصالح الدولة التونسية ضد أمير الأمراء محمود بن عياد. محمود بن عياد الذي كان طيلة 20 سنة يشرف على لزمة توريد ما تحتاجه الإيالة، وهو صنيعة الوزير الأكبر مصطفى خزندار. وبالفعل فإن الشريكين بعد أن استغلا كما طاب لهما الإيالة المسكينة طيلة 20 سنة وجد نفسيهما قد اكتنزا 10 ملايين. ففكر من ناحية في تأمين أرباحهما وجعلها في مأمن، ومن ناحية أخرى في حماية شخصيهما من غضب الباي. جنرال محمود بن عياد هذا الرجل كان قد فر بأموال طائلة من البلاد التونسية بلغت 80 مليون ريال تونسي، أي ميزانية البلاد التونسية أنذاك 4 مرات أو أكثر. محمود بن عياد فقر الإيالة التونسية المسكينة واستولى على جميع حلها وقتلها، ثم طالب بمصاريف دفنها على حد عبارة الجنرال حسين. انتهت عملية المفاوضة التي دامت 3 سنوات إلى نتائج لم تكن في صالح البلاد التونسية، لأن محمود بن عياد تمكن بمعاضدة الوزير مصطفى خزندار من إتلاف كل الوثائق التي تدينه، وأبقى على جملة من الوثائق التي تقدمه صاحب حق إزاء الدولة التونسية. لم يتمكن خير الدين من أن يربح هذه القضية، ولكن ربح التجربة، تجربة قيمة العدالة الفرنسية، قيمة العمران متوقف على العدالة، وهذا نقش في ذهن خير الدين أن لا مستقبل للعالم العربي إلا عن طريق العدالة واحترام القوانين. استطاع أن يفهم طبيعة الغرب، كيف استطاعت هذا الغرب تتطور من خلال التعليم، من خلال المؤسسات، من خلال فتح مجال الحرية والعدالة في القضاء، وكذلك دور الإعلام. لذلك أراد أن يطبق هذه الأفكار وعلى عجالة بشكل سريع. وعندما رجعت إلى تونس سنة 57 و800 ألف ميلادي، أسندت لي وزارة البحر ورئاسة المجلس الأكبر الاستشاري المحدث لمراقبة المصالح العمومية، وباشرت مهامي لمدة 5 سنوات. وزارة البحر الحقيقة هي أول مسؤولية وزارية لخير الدين تولاها في ذلك الوقت، فحاول أن يصلح، لكن أنا أتصور أنه في ذهن خير الدين من أين يبدأ الإصلاح؟ كل شيء يحتاج إلى الإصلاح. في الفترة التي تولى فيها الوزير خير الدين الوزارة كانت منهارة إلى حد بعيد. يذكر فان كريكن في كتابه خير الدين والبلاد التونسية أن فرقاطة واحدة وسفينتين كانت في حالة استعمال، البقية كانت أشبه ما يكون بالخردة المرمية في ميناء حلق الوات. خير الدين عندما عاد إلى تونس كان آنذاك على رأس كل اللجان التي كلفت بقوانين، إحداث قوانين من بينها قانون العسكر. حاول أن يحجم الجيش التونسي لأنه في مصاريف تصرف شهريا دون أي مقابل. إن البلاد التونسية سنة 61
والثمانمائة ألف كانت مستعدة لاحتضان الحداثة بعد أن أصبح لها عهد الأمان وأصبح لها الدستور. وكان محمد صادق باهي متحمسا لهذا تحت تأثير خير الدين ورجال الإصلاح من أجل حقن المجتمع التونسي بروح تشريعية وبرلمانية تنشد إلى نظرية ابن خلدون في العدل. خير الدين عرف دور الدولة، عرف كل مسارب الإدارة الفاسدة في ذلك الوقت، وبالتالي كان لا يطمئن إلى خزندار. ظاهرة جديدة ومهمة جدا أن خير الدين الرجل الواعي المدرك الفاهم المثقف إذا قارناه بخزندار المتعطرس المسيطر المهيمن والجاهل أيضا. ولكنني لاحظت أن الباي وخاصة وزيره النافذ مصطفى خزندار لا يهتمان بهذه الإصلاحات إلا لتقنين سوء تصرفهما تحت غطاء قرارات صادرة عن هذا المجلس. وقد حاولت في الأول بكل الوسائل حملهما إلى طريق الصواب والاستقامة لمصلحة البلاد، ونظراً إلى أن مجهوداتي باءت بالفشل قدمت سنة 63 و800 ألف ميلادي استقالتي من رئاسة المجلس ومن وزارة البحر وعدت إلى الحياة العامة. نجد أن الاستقالة الأولى قد تمت مباشرة على إثر اعتراض خير الدين على سياسة التدين الخارجي التي كان يلح عليها الوزير الأكبر أنذاك مصطفى خزندار الذي عرف بفساده المالي وتواطؤه مع القنصلين الفرنسي والإنجليزي بيشار وورد وليون روش. قاوم خير الدين هؤلاء ولكن وجد نفسه أمام قوم سلموا البلاد التونسية للقوى الاستعمارية وللوبيات المالية العالمية بطريقة غير مشروطة. خير الدين اتهم سهره مصطفى خزندار بأنه سيجعل سقف البلاد التونسية ينهار، ودعاه إلى أن يتخلى عن مهمته بصفته وزيرا أكبر. حلاقة خير الدين التونسي بمصطفى خزندار من منطلق أولا ساعة ومتزوج بنته، إذن علاقة عائلية. ثانيا مصطفى خزندار كان استوعب كل آليات الحكم، كان يعرف كل شيء وعنده علاقات على مستوى السفارات. المهم أنه خزندار مثل تماما قمة الاستبداد الإداري في تونس. كانت العلاقة إذن تبدو أنها متوترة على المستوى السياسي، وأكبر دليل على ذلك أنه في آخر المطاف انسحب خير الدين في فترة ما من المشهد السياسي وانزوى، يقول بنفسه علي بخويصة نفسي، لم يعد مشاركا في الحياة السياسية إلا في ظروف أو في مناسبات قليلة للغاية مثل الأعياد أو غيرها. مكثت خلال 9 سنوات رغم توسلات الباي بعيدا عن السياسة، واغتنمت أوقات الفراغ التي توفرت لي من حياة العزلة لتأليف كتابي السياسي تحت عنوان أقوم المسالك في معرفة أحوال الممالك. كان قد رعى لمدة 5 سنوات اجتماعات في نوع من الصالون السياسي كان يحضر فيه ما لا يقل
عن 28 عالما من الزيتونة إلى جانب بعض خريجي المدرسة الحربية بباردو من المماليك. إذن فترة الحوار وفترة تبادل الآراء والجدل أخصبت كتابا هاما هو كتاب أقوى مسالك معرفة أحوال الممالك، لما كان خير الدين في أوج هذا التحاور الصادق من أجل صياغة مشروع لا لإنقاذ البلد التونسية من المديونية ومن تهالك القوى الاستعمارية عليها، وإنما لإنقاذ العالم الإسلامي برؤية تجمع بين مرجعية شرعية أصلها ثابت ومرجعية جديدة فروها في السماء. فإذن هو كتب هذا الكتاب ولديه رؤية لكيفية النهوض بالبلاد وما هي العناصر التي ممكن أن تكون فاعلة في إصلاح الأحوال في البلاد. أحياناً بعض المفكرين يتكلمون لا ينجز، ولهذا نجد أن عنده تيوري وبراتيكيدا. الوحيد في العالم العربي والإسلامي الذي استطاع أن يزوج التجربة بالفعاليات الحقيقية في هذا المجال، ولا الكواكب ولا غيرهم ولا محمد عبده كانوا عندهم نظريين، أما خير الدين كان نظري وكان فاعل في تطبيق كل هذه النظريات الإصلاحية. بعد انسحابي بمدة قصيرة ثار العربان، لأنهم كانوا غير قادرين على تحمل نظام استبدادي وقهر تسلط عليهم، وجعلت هذه الانتفاضة العارمة الحكومة على قاب قوسين من الهلاك. وقتها وجد الباي نفسه في خوف وعجز عن قمع الثورة، وكان يتوقع بين الحين والآخر مشاهدة الثوار قد احتلوا المدينة ومقر إقامته. السلطة الحاكمة في تلك الفترة لم تكن تراعي إطلاقاً حالة الأهالي ووضعياتهم المالية، حتى اضطر الناس إلى أن يبيعوا أراضيهم وأن يتوقفوا عن زراعة أراضيهم. هناك من أحرق زيتينه في الوطن القبلي مثلاً نتيجة أن الضرائب كانت مجحفة بالشكل الذي يتخلص منها حتى لا تثقل كاهله وتحسب عليه في حيث الضريبة. آلاف التونسيين الذين كانوا وقتها لا يجدون القوت، لا يجدون إلا التراب، ولا يجدون إلا الماء المكدر، ويسلط عليهم تسلط عليهم الضرائب. خير الدين في المجلس الأكبر الذي كان عضوا فيه قد عارض بشدة مشروع مضاعفة الجباية من 36 ريال إلى 72 ريال. جاء هذا القرار المجحف ليعلن للتونسيين عن أن الباي في واد ومشاغلهم وأحوالهم في واد آخر. وعاء التونسيون بأنهم لا يستطيعون أن يواصلوا في مد الباي مقابل الفقر والمجاعات والإتوات والضرائب التي لا تتحملها حتى الجبال. فكانت الانتفاضة سنة 64 و800 ألف، وأصبح علي بغداد مسمى باي الشعب. في أقل من 7 سنوات وجدت تونس نفسها وهي التي لم تكن مدانة بأي مبلغ لأحد مكبلة بدين يقدر ب240 مليون ريال. وفي هذه الظروف اقترحت فرنسا تكوين لجنة مالية لتصفية الديون. وبما أن الباي قد ألح علي بقبول رئاسة اللجنة فإنني لم أجسر على الرفض نظراً لخطورة الأوضاع الجارية. رجع إلى الحياة السياسية بدافع الغيرة الوطنية الحقيقية عندما رأى أن البلاد تسير نحو الهاوية بعد أن أفلست تماماً. قبل تولي منصب رئيس الكوميسيون المالي أو اللجنة المالية
سنة 1869، والتي كانت مهمتها يعني إعادة جدولة ديون تونس والبحث عن حلول لما آلت إليه الوضعية المالية في البلاد. انتبه محمد صادق بي إلى إذن أن الوضع الذي ذهب إليه والسياسات التي سلكها مصفى خزندار لم تؤتي بنتيجة، وخاصة بعد انتفاضة 1864. إذن نجده يبدأ تدريجيا في سحب إذن صلاحيات الوزير مصطفى خزندار، وبدأ بالتدرج بتعويضه بالوزير خير الدين. خير الدين عين بعد ذلك بسنوات قليلة على رئاسة الوزراء أو في منصب الوزير الأكبر بحكم اطلاعه على ملفات المالية آنذاك من خلال الكوميسيون المالي. تمكن من التعرف على أن مصطفى خزندار إذن كان على درجة كبيرة من الفساد، الذي جعله إذن يحول الكثير من الأموال لفيداته الخاصة ولا غرو. فمصطفى خزندار كانت ثروته تقدر ب 50 مليون فرنك آنذاك، وهو تقريبا ما يساوي 4 مرات ما تجنيه الدولة التونسية في من جبايتها سنويا. إذن أحدث لجنة محاسبة مصطفى خزندار، لأن هو لا يتصرف بصفة فردية، لأن بينما من سبقه من الوزراء كان يقومون بمثل هذه الأعمال وبجرة قلم، إذن يقومون بمصادرة الأملاك دون محاكمة. وما فعله الفاسدون لم يكن أمام خير الدين أن يصلحه بمفرده، على قاعدة قول الشاعر: متى يبلغ البنيان يوما تمامه، إذا كنت تبنيه وغيرك يهدم. أمرت بإصلاح وتوسيع المدارس التي نظمتها من جديد، ووقع إنشاء المدرسة الصادقية على نمط المعاهد الأوروبية، يتلقى التلاميذ فيها تعليماً متيناً يحتوي إضافة إلى اللغة العربية والعلوم الشرعية على دراسة مختلف العلوم العصرية واللغات التركية والفرنسية والإيطالية. المدرسة الصادقية من سوء الحظ أنه هو الذي أسسها، وهي باسم الباي الذي كان ربما لا يعلم متى تأسست، باي محمد صادق باي، نسبة إلى محمد صادق باي. أحدث هذه المدرسة وجلب لها مدربين ومدرسين من إيطاليا ومن فرنسا ومن أوروبا. المدرسة الصادقية مكنت إذن جان كبير من هؤلاء المتعلمين من معارف لم توفر في السابق في الجامعة الزيتونة، إذن من بينها اللغة التركية وكذلك اللغة الفرنسية وكذلك الحساب والجبر. هل تصدقون أن خير الدين نشر لافتة، لائحة تعلق في كل مكان أمام المتاجر بدعوة التونسيين إلى إلحاق أبنائهم بالمدرسة الصادقية مجاناً؟ جزء من هؤلاء المتعلمين هم كانوا من المقيمين، كانوا يأتون من دواخل الإيالة، وتوفر لهم المدرسة السكن والمأكل إلى غير ذلك، وهم مقيمون داخل المدرسة من أوقاف. هذه الأوقاف التي كانت هي الأملاك التي وقع تأميمها من مصطفى خزندار، فوقع إذن توقيفها لفائدة المدرسة الصادقية، وهي التي استطاعت أن تصمد بهذه المدرسة رغم تعرض تونس للاحتلال. هذا التعليم الذي رهن عليه خير الدين هو تغيير بطيء ولكنه ثاقب، لكنه قادر على تغيير الأوضاع، وإلى يوم الناس هذا لا تزال الصديقية ولادة لأبنائنا المتميزين والمتخرجين. إصلاحات خير الدين كانت متنوعة، كانت في المجال الإداري، كانت في المجال الزراعي والفلاحي، كانت في المجال السياسي، في مجال الأوقاف. ففي المجال الإداري حاول أن يعصرنا الإدارة التونسية أن تكون أكثر تنظيماً، أعاد هيكلة تنظيم الوزارة الكبرى، وهذا عمل هام، لأنه في تنظيم العمل المركزي والإدارة المركزية هو سيكون له إنعكاس كبير على تسيير الإيالة. قام بإحداث مجالس في كل مجال،
وبلغ بالأمر لأن أسس، وهذا أمر طريف جدا، مجلس للنظافة، لنظافة مدينة تونس العاصمة، من أجل أن تكون الحاضرة التونسية لألاءة مشرقة حديثة يطيب فيها العيش. حاول خير الدين كذلك أن يحيى المشهد العام في المستوى الإعلام بالحث على يعني أحداث المطابعي والحث على النشر. القانون يجب أن ينشر ويفشى للناس، ولا يمكن ذلك إلا بجريدة رسمية، وتونس أصدرت جريدة رسمية منذ جويلي 1860 كانت تسمى الرائد التونسي، وهي إلى حد الآن موجودة. خير الدين اندفع في هذا التيار. تصوروا أن هنالك قطار يربط بين حلق الواد وتونس سرعته 50 كيلومتر في الساعة بالضبط كما كان في أوروبا. حاول خير الدين أن يخفف من أعباء الضرائب على الفلاحة وعلى المحاصيل الزراعية، كما أنه شجع الصناعات التقليدية ودعا إلى التعجيل بتعصير الفلاحة وإحداث المصانع. أصبحت الضرائب توظف على المنتوج والمحصول الحقيقي وليس الافتراضي. كان قبل ذلك يعني يحددوا ماذا يمكن أن ينتج هذا الهنشيري من الزيتون ويحددوا قيمة الضرائب. أمهل إذن خير الدين الذين غرسوا أشجار الزيتون إلى 5 سنوات وحتى أكثر من 5 سنوات. رجعت الحركة الاقتصادية للبلاد وتحسنت بشكل كبير عما كانت عليه في السابق. وقد تم تنظيم التعليم في الجامع الأعظم جامع الزيتونة بدقة، ومن ناحية أخرى فقد قمت بجمع المؤلفات المبعثرة في أرجاء الإيالة في مكتبة عمومية مكنتها من نظام عمل على الطريقة الأوروبية. وفي خصوص إدارة العدلية فقد نظمت علاقات المحاكم بأعوان السلطة التنفيذية، وقمت بتحديد جرايات العدول العموميين وحقوق التسجيل. أنا أعتقد أن أهم إصلاح وجوهري هو الإصلاح التعليمي. لم يكتفي فقط خير الدين بإصلاح الصادق، بل الزيتونة أيضا أدخل عليها نفس جديد، دم جديد في تحديد المسؤوليات، في تحديد الوظائف، في تمدين الحركة الزيتونية في ذلك الوقت، وكان هذا الدور أساسي جدا. راقب حضور الأساتذة أو الشيوخ وكذلك الطلبة، لأن الطلبة يتمتعون بمنح، وهذه المنح لا يمكن أن يتمتع بها شخص ولا يجلس للدراسة، وكذلك الشيوخ يتحصلون على رواتب من الأوقاف إلى ذلك، فنظم وراقب حضور. ولكن خير الدين أراد أن يضبط الأمور أكثر من حيث حضور الأساتذة، من حيث إمساك الدفاتر ولم تكن موجودة، من حيث إدخال مواد عصرية للتعليم الزيتوني الذي كان يرتكز أساساً على مواد دينية ولغوية، ولكن أضاف إليه بعض المواد العصرية حتى يقوم إذن بتعصير إنشانه وبربط هؤلاء الدارسين بالعصر. خير الدين رتب الأحباش، تعرفوا أن الأحباش هذه عبارة على أملاك عديدة يحبسها التونسيون لفعل الخير. سنة 74 و800 ألف أسس جمعية الأوقاف. كان خير الدين واعيا أنه قد يأتي المستعمر وينهب الأراضي، ولذلك ينبغي أن تكون لها جمعية تنمط وتخطط وتنظم وترجع الأملاك المنهوبة إلى أصحابها، وهي جمعية تضاعف دخلها 3 مرات. وقع استرجاع
الكثير من الأوقاف التي كانت تسير بلا غير وجه حق، ووقع الاهتمام كذلك بالمؤسسات التي المحبس عليها مثل المدارس والأسوار وكذلك الزوايا والأضرحة والمساجد إلى غير ذلك. منع بيع الوظائف، كانت الوظائف تباع وتشترى. كذلك أحدث هيكلاً يعنى بوثائق الدولة وسماه خزنة حفظ المكاتيب وتابع للوزارة الكبرى، وكان خير الدين أول من يحترم هذا الهيكل والنظام الذي أحدثه لهذا الهيكل للخزنة، وكان يطلب الوثائق كتابياً في المذكرات وهي محفوظة بالأرشيف الوطني ويتعهد بإرجاع تلك الوثائق. خير الدين لعله الوحيد في العالم الإسلامي من انتبه إلى قيمة الوثيقة، قيمة الأرشيف. كان أي وثيقة تخرج من الوزارة الأولى تسجل. أكثر من 400,000 وثيقة محفوظة وعشرات الآلاف من الدفاتر الإدارية والجبائية ودفاتر المعارض محفوظة، الفضل فيها يعود للعمل الذي قام به خير الدين. جمع تلك الوثائق وكون هيكل ووضع له نظام تصنيف محكم. وإن تظاهر الباي بالرضا في تسيري للأمور، فقد كان في قرارة نفسه متحسراً على العهد السالف الذي كان يخول له ولحاشيته التصرف دون خوف في الأموال العمومية والخاصة وفي تبذير الملايين. وذهب الأمر إلى تشجيع نديمه مصطفى بن إسماعيل سراً، وهو شاب مغمور ساذج جاهل وطماع ومرتش للتآمر ضدي. لم يجد الباي سببا وجيها لإقالتي نظرا لخدماتي التي لا تنكر، غير أنه شرع في اتخاذ مواقف معادية لي غير مناسبة لشيطنتي، وذلك لدفعي على تقديم استقالتي، وهذا ما فعلته بعد مدة وجيزة ودعي مصطفى بن إسماعيل إلى منصبي. كان الباي في أوج الحركة الإصلاحية التونسية مشغولا بعشيقه مصطفى بن إسماعيل وبالجواري والغلمان وما يشبع البطن ويذهب العقل. لا يستطيع خير الدين بثقله بوزنه المعرفي بخبرته الإدارية أن نقارنه بمصطفى بن إسماعيل، يعتبرها حثالات. من خير الدين؟ من هؤلاء الذين باعوا البلد وباعوا كل شيء، باعوا القيم وباعوا الثوابت من أجل معناها منفعة آنية، معناها وعدم غير أخلاقية. وجد عصابة تحيط به وتتألب عليه وتكيد له كيدا، وقد ذكرها بالاسم، وعلى رأسها مصطفى بن إسماعيل. خلاصة القضية هو أن خير الدين لم يجد يعني مكافئا يصارعه، وإنما وجد انحيازا من صاحب القرار النهائي في السلطة وهو الباي، لا إلى جانب الإصلاح وإنما إلى جانب يعني تشجيعي كيف أقول جيوب الفساد والأفساد في الدولة، وهو ما كان في الحقيقة يرفضه. أدرك خير الدين أن فرنسا والقوى الاستعمارية إذن هي تحرض عليه ولن تتركه، وهي رافضة لأي علاقات وطيدة ومتينة مع الباب العالي، ولذلك إذن في آخر المطاف انسحب، هو استعفى. إذن بفطنته في حقيقة الأمر رأى أن الاستعفاء هو أكثر حفظا لماء الوجه. الارتهان إلى مصطفى بن إسماعيل وهذا الشخص البائس، معناها هي أنا أعتبره نقطة سوداء في تاريخ العائلة المالكة من سوء الحظ، ونحن ما علينا إلا أن ندين هذه الشخصية التي كانت وراء، ما قلش وراء الاحتلال، ولكنه أشرفت من سوء الحظ على ضياع البلد وضياع القيم وضياع الثوابت. هذا من سوء الحظ.
غادرت إذن تونس بموافقة الباي وبأمر من السلطان للتوجه إلى إسطنبول، وأراد جلالته أن أكون بين يديه في نفس اليوم. عملني السلطان بحفاوة لا نظير لها وعينني مشيراً، أي وزيراً دون حقيبة، وبهذه الصفة وقعت دعوتي لمداولات مجلس الوزراء والقدوم إلى القصر لمناقشة مسائل خطيرة كلما اقتضى الأمر. وباختصار يظهر أن جلالته كان يريد فعلاً دخولي في خدمة الدولة. خرج خير الدين من الساحة السياسية التونسية مهزوماً، ولكن كان له إشعاع كما قلت منذ ستينيات القرن الثامن عشر التاسع عشر من خلال كتابه الذي ترجم فعرفه أهل الغرب والشرق، وكأننا برجل حجمه أكبر من البلاد التونسية. ولكن هذا الأمر يخفي أمراً آخر، وهو كثير من التونسيين لا يجدون الحظوة في بلادهم ولكنهم يتلألؤون في غير وطنهم، وهذا نوع من الجحود الذي يتكرر من سوء الحظ. خير الدين باشا لما دعي من قبل السلطان عبد الحميد دعي لسبب خبرته في التعرف على المؤسسات الأوروبية وخبرته في عمليات الإصلاح التي قام بها في تونس. فكان الإدارة العثمانية السلطان عبد الحميد كان يعرف عن كسب عن قدرات الرجل. لم يكن الوضع النفسي في تلك الفترة مساعدا لخير الدين لكي يعني يقوم بمهام في القسطنطينية أو في إسطنبول، خاصة وأن الظرفية السياسية والاقتصادية وحتى العسكرية كانت غير مناسبة. غير أن هذه الترتيبات اللطيفة من السلطان والتي شعرت بقيمتها لم تجعلني إلا مهموما، فمن ناحية كل أملاكي وكل ثروتي كانت في تونس، ثم إني لم أتخلى عن مشروع العودة إلى الإيالة كإنسان عادي في صورة ما إذا ضمن شخصي. عندما نتابع ونعرف حركية خير الدين في إسطنبول معناها ننبهر لهذا الرجل الذي لم يقطع صلته بتونس ووثق في التونسيين الذين واكبوا حركته في إسطنبول. والدليل على ذلك أن السلطان عبد الحميد استثاق خير الدين، طلب منه في البداية أن يتولى منصب وزير العدل، لكنه اعتذر عن ذلك ويعني رأى أنه غير قادر على القيام بهذه المهمة. ولم يمضي إلا وقت قصير حتى طلب منه السلطان عبد الحميد تولي منصب أكبر من هذا، وهو منصب الصدر الأعظم. في أواخر سنة 78 و800 ألف ميلادي وصلت عائلتي، وفي الليلة الموالية وقعت دعوتي إلى القصر. بالدخول في الصباح الباكر لدى حضرة جلالته أعلمني بأنه وقع تعييني صدراً أعظم، ورفض السلطان كل تحفظاتي وكل دعواتي، فما علي سوى الانصياع وتحمل المسؤولية وإدارة الشؤون في إحدى الظروف الصعبة جداً والحرجة التي كانت تمر بها الإمبراطورية العثمانية، إذ كنا وقتها غداة نكبة الحرب التركية الروسية. خرجت الدولة العثمانية للتو من حرب خاسرة وفقدت فيها أراضي كثيرة مع روسيا، وفي هذه الفترة كذلك أو قبلها بقليل كانت قد تم حل مجلس المبعوثان بمعنى مجلس البرلمان، وظهرت حركة فكرية نشطة في تلك الفترة تزعمها عدد من المفكرين والمصلحين العثمانيين، وطالبوا بإلحاح وبشدة بإدخال إصلاحات بإعادة البرلمان وبأن يكون الحكم شورياً وبالديمقراطية وبالحرية. خير الدين باشا وجد نفسه بأفكاره قريباً جداً من هذه النخبة العثمانية المطالبة بالإصلاحات. أراد أن يكون للبرلمان دور قوي والحكومة مسؤولة أمام البرلمان،
فقدم قوانين لعمل المجلس بشكل جيد، والتعامل بين الحكومة والمجلس، والمجلس تراقب هذه الحكومة. هذه هي كان أساس الإصلاح لخير الدين التونسي. وهنا لابد من إشارة إلى أن السلطان عبد الحميد كان ذا وجهين. من جهة يعرف أن التجربة الإصلاحية التونسية قد ارتقت إلى أعلى مراتب الإضافة والطرف، ومن جهة أخرى كان يخشى منها لأنها قد تهيئ الأرضية لسحب البساط من تحت قدميه. ودليل في ذلك أنه التقى بالشيخ بيرم صديق خير الدين، التقى به وقال له: يا شيخ، ما السبيل إلى الخروج من أزمة العالم الإسلامي والسلطنة العثمانية تقوده؟ قال له: أعطي الناس حرياتهم حتى يستريح الجناب السلطاني ويستريح الناس. فغضب السلطان عبد الحميد وكاد يقتله. لما قبل شجاع أن يكون صدر الأعظم في ذلك الوقت، شجاع لأنه ما عندوش علم بكل أخطبوط الإدارة العثمانية، وبالتالي أراد أن يخدم الدولة العثمانية ونصح الدولة العثمانية. ولكن بعد 8 شهور من صدر الأعظم أدرك أنه من المستحيل عليه أن يقوم بأي شيء يفيد الدولة وينقذها من مأزق الرجل المريض، لأن العصابة التي كانت تحيط بالسلطان عبد الحميد والذين لهم مصالح لا يمكنهم أن ينظروا إلى سياسة خير الدين بعين الرضا، وعين الرضا عن كل عيب كليلة، كما أن عين السخط تبدي المساوئ. طبعاً استقالته قبل ولكن اعتزاله لم يقبل، ودائماً كان هو مطلوب من طرف القصر للاستشارة لتقديم تقارير. بهذا التعامل مع خير الدين يحاول أن يبقيه قريباً منه وأن لا يكون عنصر معارض قوي باعتبار ما كان يتمتع به من شهرة سواء في داخل الدولة أو في خارجها. لما طرح عليه مرة أخرى الصدارة اشترط على أن يتم هذه الإصلاحات التي قدم إليه بشكل سريع، فلما لم يرى هناك استجابة على هذا الأمر لم يقبل الصدارة. طلب منه في 1882 سلطان عبد الحميد مرة ثانية الرجوع إلى صدر عظام أن يكون رئيس الوزراء مرة ثانية، ولكن مقولته معروفة إجابة للسلطان عبد الحميد، قال: يا سيدي، ما عندي عمر للنوح عليه السلام، وما عندي صبر لأيوب عليه السلام، لا أستطيع أن أصبر على منع البيروقراطية ووقفهم للإصلاحات. كان متخوفا من مآل الإصلاحات لأنه رجل واقعي، وقت الواقع الإقليمي والعالمي كله متجه نحو انهيار البناء يعني المحلية التونسية والتركية والمصرية غيرها، وصعود البناء الجديدة، ثورة صناعية في أوروبا والأسلحة النارية، ويعني كان توجها لا يمكن صده ولا رده. كان لا يهادن، لا يحسن إذن المراوغة، في حين أنه السياسة هي فن الممكن. خير الدين التونسي كان يعني طبيعته مستعجلة، يريد أن يرى نتائج إصلاحه بشكل سريع، ولم يستطع أن يصبر كثيرا. وجه أيضا لوم لخير الدين عندما باع هنشير النفيذة. هنشير النفيذة هذا الهنشير الواسع الذي يبلغ مساحته تقريبا 100,000 هكتار بما يساوي 1/166 تقريبا او 165 من مساحة الجمهورية التونسية الحالية. باع هذا الهنشير للشركة المرسلية للقرض،
وهي شركة يعني بنك فرنسي سوسيتي مارسية دو كريزي، هذه من المآخذ على خير الدين، وقد أخذه على ذلك صديقه الجنرال حسين. هذا استراتيجيا يعتبر اذا شيء سلبي في تاريخه، باعتباره وكانما هو الذي اعطى الفرصه للفرنسيين حتى يدخلوا البلاد التونسيه في ارض تعتبر من احسن اراضيها. السؤال الذي يطرح نفسه، من الذي اضطره الى البيع توقيا لمصادره املاكه من قبل مصطفى بن اسماعيل بابخس الاثمان فوت فيها بالبيع؟ بقي بعيدا ولكنه بقي مصدرا للاستشارات وبقي ضمن مجلس الأعيان، ثم أصيب بأمراض في آخر حياته وتوفي في عام 1890، وثم دفن في مقبرة سلطان أيوب، وهي مقبرة يدفن فيها كبار شخصيات الدولة المعتبرين. بعد ذلك تم نقله إلى تونس ودفن في تونس بعد ذلك. أنا بقيت 40 سنة لأعثر على قبر خير الدين، ولما عثرت عليه بكيت فعلا. ما في عناية، لأن تركيا منحت لتونس أن تأخذ رفات خير الدين شريطة بناء مقبرة وطنية وتضم رفاته إلى هذه المقبرة. برغيبة أخل برغيبة بهذا الوعد، وبالتالي لم يقم بذلك على الإطلاق، وضعوه في مكان عبارة على ثكنة هي في الواقع، ولا يستطيع أحد أن يزورها. خير الدين لابد أن تحدث مؤسسة تربوية في أي بلد عربي باسم خير الدين، وأن كتابه لابد أن يعمم ويقرأه الجيل الجديد، لأن فيه فلسفة كاملة للتحديث والتنوير، مع ربط هذا التنوير بالأصول الحضارية لبلادنا ودفاعنا عن الذاتين والكينونة العربية الإسلامية. بعد حوالي أكثر من قرن من الزمان نعود ونطالب بنفس المطالب التي كان هو طرحها في كتابه وألح على تطبيقها سواء في تونس أو في إسطنبول، وممثل أساساً في قيمتي العدل والحرية. نحن نعتبر أن خير الدين التونسي ليس مصلحا فقط في الدولة العثمانية، كان له تأثير على تشكيل الدولة التركية. خير الدين التونسي شراقة ملهمة في تاريخ التنوير والتطوير والتحديث بين هوية عربية إسلامية متجذرة وواعية ومعقلنة، وحداثة ثاقبة وقادرة على الاستفادة من التراث الإنساني لتحلق عالياً في سماء التحرير والتنوير. فنحن قادرون على نحت شخصيتنا نحتاً قادراً على الإتيان بما لم يستطعه الأوائل.